سقطرى تراها كلؤلؤة في بحر العرب تزخر بطبيعة ساحرة وتنوع حيواني نادر وفريد جعل منها متحفا للتاريخ الطبيعي ومرتكزا للسياحة البيئية. ماذا أقول عن سقطرى؟ المحافظة الجميلة الخلابة، أجواء ممطرة، طبيعة خلابة، ما كنت متوقع أن أجد مثلها في اليمن. حيوانات جميلة من شتى أنواع الحيوانات المنقرضة حقيقة في أكثر من مدن، لكن وجدناها في سقطرى. الجزيرة الواقعة في الجزء الغربي من المحيط الهندي والتي أعلنت عام 2000 كمحمية طبيعية لما تحتويه من تنوع بيولوجي، تتميز أيضا بتضاريسها المتنوعة ما بين سهول وهضاب وسلاسل جبلية وأودية وكثبان الرمال البيضاء المنسدلة من على جوانب أسوارها البحرية وشواطئ ناعمة تداعبها مياه المحيط. حقيقة سقطرى غنية بتضاريسها المتنوعة، ونحن هنا في هذه الجزيرة التي حظينا بشرف أن نكون نزور هذه المحافظة الجميلة. ويتشكل أرخبيل سقطرى من 4 جزر، هي سقطرى وعبد الكوري وسمحة وجزيرة درسة، ويقطنها أكثر من 100,000 نسمة، ولديهم ثقافتهم الخاصة، فبالإضافة للغة العربية هم أيضا يتحدثون بلغة محلية خاصة. وسرعان ما يلاحظ الزائر للأرخبيل حميمية العلاقة بين الجبل والبحر وجداول مياهها العذبة، وهي تنساب عبر قواطع جبلية متصلة بالبحر وخلجانه، فتراها وكأنها لوحات فنية رسمتها يد فنان مبدع اختار لها أبعادا فنية رائعة. ساحرة بمناظرها الرائعة، جميلة في رونقها وطبيعتها الخلابة، فلا شيء يشبهها في تفردها بما تحتويه من تنوع كبير في الحياة البرية والبحرية واكتنازها لثروة ثقافية ولغوية وإنسانية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، محافظة إرخبيل سقطرى.